بسم الله. تمارين حول درس معادلات مستقيم لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 1. OEG معلم متعامل للمستوى. نعتبر نقطتين M ذات الإحداثيتين ناقص 5 و 4 و N ذات الإحداثيتين 3 و 2. أصغر حدد الدالة التألفية F التي تمثيلها المبياني والمستقيم MN. بصغر استنتج المعادلة المختصرة للمستقيم MN. صغر هل النقطة A ذات الإحداثيتين ناقص 1 3 تنتمي إلى المستقيم MN؟ يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة التصحيح معا. يلا لنبدأ الجواب. لنحدد F، قيل لنا أن F دالة تألفية وتمثيلها المبياني هو المستقيم MN. إذن عندنا M ذات الإحداثيتين ناقص 5 4 و N ذات الإحداثيتين 3 و 2 تنتميان إلى التمثيل المبياني لـ F. إذا ماذا يمكن نستنتج من ذلك؟ إذا كانت النقطة M ذات الإحداثيتين ناقص 5 و 4 تنتمي إلى التمثيل المبياني لـ F، فهناك علاقة بين أفصولها وأرتبها. ترى ما هي هذه العلاقة؟ نعم، أي أن صورة العدد ناقص 5 بالدالة F هو العدد 4. كيف سنعبر عن ذلك بطريقة رياضية؟ نعم، فعلا F لناقص 5 يساوي 4. وما دامت النقطة N ذات الإحداثيتين 3 و 2 بدورها تنتمي إلى التمثيل المبياني للدالة F، فماذا يمكن نستنتج؟ نعم، نستنتج أيضا أن صورة العدد 3 بالدالة F هو ماذا؟ نعم، هو العدد 2. ونكتب ذلك هكذا: F لـ3 تساوي 2. متفقين؟ يلا الآن قيل لنا أن F دالة تألفية، إذن عندها واحد الكتابة رياضية. ترى ما هي؟ بالفعل بما أن F دالة تألفية فإن F لX تساوي ماذا؟ نعم، تساوي AX زائد B. تقين؟ يلا الآن سنقوم بماذا؟ نعم، سوف نبحث عن المعامل A لنحسب. يلا كيف سنحسبه؟ نعم، عندنا خاصية في هذا الشأن. ما هي؟ نعم، A تساوي F لX واحد ناقص F لX اثنان على X واحد ناقص X اثنان. هذه أمور رأيناها في درس الدالة الخطية والدالة التألفية. أي A يساوي ماذا؟ نعم، F لي ناقص 5 مثلا ناقص F لي 3 على ماذا؟ نعم، على ناقص 5 ناقص 3. أي A يساوي F لي ناقص 5 عندنا في المعطيات هي 4 و F لي 3 هي 2. هكذا على ناقص ماذا؟ نعم، على ناقص 8. ثم نبسط هذه الكتابة: 4 ناقص 2 تساوي 2 على ناقص 8. نزيل إشارة ناقص من المقام ونضعها في البسط ونختزل في آن واحد، تعطينا ماذا؟ نعم، تعطينا ناقص 1 على 4. إذن F لX
تساوي ناقص 1 على 4 x زائد ماذا؟ نعم زائد b. الآن سنبحث عن قيمة b لنحسب b. عندنا f لثلاثة تساوي، يمكننا أن نأخذ f لثلاثة أو f لناقص خمسة بحال بحال. يلا انظر معي هنا، f لx تساوي ناقص واحد على أربعة x زائد b، إذن f لثلاثة، نعم f لثلاثة تساوي ناقص واحد على أربعة في ماذا؟ نعم في ثلاثة زائد b، إذن ما دمنا عوضنا x بثلاثة هنا، سنعوض أيضا x هنا بثلاثة. يساوي ناقص واحد على أربعة في ثلاثة زائد b. نحسب هذه القيمة، ناقص واحد على أربعة في ثلاثة أي ناقص ثلاثة على أربعة زائد b. ونعلم أن f لثلاثة تساوي ماذا؟ نعم f لثلاثة تساوي اثنان. تبقي إذا ماذا يمكن نستنتج؟ انظر معي f لثلاثة كاين هنا وكاين هنا، شتيها؟ لاحظتها مزيان؟ إذا f لثلاثة كما ترى قلنا تساوي ناقص ثلاثة على أربعة زائد b، و f لثلاثة تساوي اثنان، ماذا يمكن نستنتج؟ نعم نستنتج من ذلك أن ناقص ثلاثة على أربعة زائد b تساوي اثنان، أي ثم نحل هذه المعادلة. b يساوي 2 فعلا زائد 3 على 4. يلا نحذو المقامين ونحسبو، أي 8 على 4 زائد 3 على 4. إذن b يساوي كم؟ فعلا 11 على 4. ومنه فإن f لx يساوي ماذا؟ نعم يساوي ناقص واحد على أربعة x زائد 11 على 4. وهكذا حددنا الدالة التآلفية f، والتي تمثيلها المبيالي هو المستقيم mn. وحتى لما قلنا بأن f دالة تآلفية، ما دام تمثيل المبياني هو مستقيم فهي دالة تآلفية. تفقين؟ يلا نشوفوا السؤال الثاني. لنستنتج الصيغة المختصرة لمعادلة المستقيم mn. يلا كيف سنحصل عليها؟ نعم نتفكروا واحد الملاحظة قمنا بها في الدرس، جميع النقاط ذات الإحداثيتين M أو جميع النقاط M ذات الإحداثيتي X Y التي تنتمي إلى المستقيم MN، هنا غادي نبدل M حيت مذكورة في الاسم ديال المستقيم MN، غادي نبدلها نعطي مثلا E. جميع النقاط E ذات الإحداثيتي X Y التي تنتمي إلى المستقيم MN تحقق شرطا أساسيا، ما هو؟ إذا كانت لدينا E ذات إحداثيتين X و Y ونريدها أن تنتمي إلى المستقيم MN، فهناك علاقة بين أفصولها وأرتوبها، ما هي هذه العلاقة؟ نعم أي أن F لX تساوي Y، بمعنى صورة X بالدالة التآلفية f هي العدد إيغال، ما دام المستقيم mn كما ترى وكما تعلم أيضا أنه يمثل التمثيل المبياني للدالة f. متفقين؟ إذا انظر هنا، عندنا f لx تساوي ناقص 1 على 4 x زائد 11 على 4، و f لx تساوي إيغال، إذا إيغال تساوي ماذا؟ نعم إذا إيغال تساوي ناقص 1 على 4 x زائد 11 على 4. وهذه الكتابة الرياضية التي توصلنا إليها تشكل ماذا؟
نعم فعلا هي معادلة المستقيم MN. استنتاج المستقيم MN ذو المعادلة Y يساوي ناقص 1 على 4X زائد 11 على 4. وهكذا توصلنا إلى معادلة المستقيم MN بسهولة ما دمنا نعرف الدالة التآلفية F التي تمثل أو التي يمثلها المستقيم MN. ماذا سمينا العنصر ناقص 1 على 4 في الدرس؟ العدد؟ نعم سميناه ميل المستقيم MN. وماذا سمينا 11 على 4 في الدرس؟ نعم سميناه الأرتوب عند الأصل. الأرتوب عند الأصل. نواصل. نشوف السؤال الأخير لنرى هل النقطة A ذات الإحداثيتين ناقص 1 3 تنتمي لمستقيم MN أم لا؟ إذن الإجابة على السؤال كيف سنتصرف؟ دون الحاجة بطبيعة الحال إلى رسم الشكل. نعم تنعود الرجوع للمعادلة ديال المستقيم MN اللي هي Y تساوي ناقص 1 على 4X زائد 11 على 4. إذا كانت إحداثيتين النقطة A تحققان معادلة المستقيم MN فالنقطة A نعم فالنقطة A تنتمي إلى المستقيم MN. وإذا كانت إحداثيتي A لا تحققان معادلة المستقيم MN فالنقطة A لا تنتمي إلى المستقيم MN. وهذا ما سنقوم به الآن. سنعوض X X اللي عندنا هنا غادي نعوضه بناقص 1 ثم نحسب. لدينا ناقص 1 على 4 في X أي في ناقص 1 زائد 11 على 4. ونحسب هذا الجزء. إلى وجدناه يساوي الأرتوب 3 فالنقطة تنتمي، وإذا لم يكن كذلك فالنقطة لا تنتمي. ناقص 1 في ناقص 1 أي 1، إذن 1 على 4 زائد 11 على 4، والمجموع هو كم؟ نعم هو 12 على 4، و 12 على 4 نعم تساوي 3. إذن كما ترى هنا نستعمل شي لون آخر، لاحظ 3 اللي عندنا هنا هو الأرتوب ديال النقطة A. متفقين؟ إذن إحداثيتي A تحققان معادلة المستقيم MN، وبالتالي فإن A تنتمي إلى المستقيم MN. إذن A ذات الإحداثيتي ناقص 1 3 تنتمي إلى المستقيم MN. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.